أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وموازرة صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه تولي الشباب الدعم اللامحدود والأولى في برامجها كونهم عماد المستقبل المشرق لهذا الوطن الغالي. جاء ذلك خلال افتتاح سمو محافظ المحافظة الجنوبية لمعرض المواهب والإنجازات الشبابية الذي نظمته المحافظة تحت عنوان شباب المحافظة الجنوبية فخرنا والذي أقيم في قاعة المجلس في النادي الملكي للغولف. انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المفدى في تمكين الشباب ودعمهم ليكون لهم دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة ودعما لإبداعاتهم في يوم الشباب الدولي، حرصت المحافظة الجنوبية بأن تترك بصمتها في نفوس هؤلاء الشباب وأن تتوج هذا الإبداع كل في مجاله بالتكريم. فالمحافظة الجنوبية دائما تعطي الشباب المبدع أولوية في وضع خططها واستراتيجياتها وأن يكون لهم دور ملموس في تنفيذها على أرض الواقع. إن شباب البحرين في تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إن المحافظة الجنوبية تعمل بحرص على دعم شبابها في كافة المحافل والمجالات، فهم عمود المجتمع وأمل المستقبل وتقدمه، ومن خلال العديد من الفعاليات التي تقوم بها المحافظة الجنوبية نتطلع لما قدمتموه من جهد، فنحن فخورين لكل ما قمتم به من عمل تجاه مجتمع المحافظة الجنوبية. المحافظة الجنوبية يحرص أن تكون الأيام العالمية والوطنية مناسبات تعزز التواصل والترابط مع مختلف شرائح المجتمع، والحمد لله احنا جدا فخورين اليوم بتواجدهم، وإن شاء الله أن يكونون إن شاء الله في المستقبل بعد نحرص أن يكون أكثر عندنا شباب متنوع ومعطاء وشباب متميز يمثل البحرين سواء في المحافل الوطنية أو الدولية أو العالمية. إن هذا التكريم الذي حظي به شباب المحافظة الجنوبية يؤكد العنوان الأبرز اليوم في رؤية مملكة البحرين وهو أهمية مشاركة الشباب في إحداث التغيير الإيجابي وصياغة التنمية الوطنية المستدامة في المجتمع. هذه لفتة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة ودعم لنا احنا يعني كشباب ان احنا نعطي اكثر. في ناس مثلا يقولون يعني شنو انتم بتستفيدون من هالابداعات هذه؟ لا، احنا تم تكريمنا وتم تشجيعنا، وبعض الابداعات هي رسالة نقدر نوصلها خارج البحرين. لفتة حلوة ان يتم التكريم وكل واحد يعني على المحافظة الجنوبية يعني تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي، فلفتة حلوة منهم مشكورين وما قصرتوا. طبعا هذا التكريم يعني هو شرف لنا، وهذا اللي احنا يعني نبيه، ان نبي تحفيز، نبي تشجيع ونبي اهتمام، وهذا اللي احنا الحمد لله قاعدين نحصله يعني في المحافظه الجنوبيه. جزاه الله خير سمو المحافظ على هذه المبادره الطيبه، وان شاء الله تستمر مثل ما استمرت قبل الانشطه. ان شاء الله للحين مستمره الانشطه الشبابيه ونشارك فيها ونتعلم منها. محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة اليوم ومن خلال لقائه بالشباب المبدع من أبناء المحافظة الجنوبية أكد بأن ينابيع الدعم لن تنضب وأن الشباب هم الثروة الحقيقية في المجتمع.